يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاك الله خيرا. أما بعد، فما زال الحديث متواصلا حول الكلام على النصرانية. وفي اللقاء الأخير تكلمنا عن المعتقدات الباطلة الرئيسة عند النصرانية، وأشار المؤلفان إن هما يعني ثلاثة معتقدات أساسية وينبثق منها معتقدات يعني فاسدة كثيرة. المعتقدات الأساسية هي عقيدة التثليث، يعتقدون أن الإله ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، على اختلاف يعني فيما بينهم في طبيعة هذا الإله وفي طبيعة الابن. وأيضا من المعتقدات الباطلة تقديس الرهبان واتخاذهم رهبان رجال الكنيسة واتخاذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. والمعتقد الفاسد الثالث اللي هو مسألة الفداء والصلب وتقديس الصليب. ويعني نسفنا هذه المعتقدات الباطلة التي تخالف الشرع وتخالف الفطرة وتخالف العقل وتخالف الثوابت التي عند الإنسان. يعني كل هذه المعتقدات تخالف الثوابت، ولو احنا يعني تحكمنا إلى العقل وجدنا كل ذلك يعني مخالفا للعقل. بعد ذلك كان الحديث عن طبعا كان في حاجة مهمة نسيت أقولها، أن مسألة في عقيدة التثليث وعقيدة الصلب والفداء، كان أن النصارى أن هذه العقيدة ممكن تكون إيه بالنسبة حتى لهم، يعني هي عقيدة مبتدعة. يعني إيه مبتدعة؟ يعني في الكتاب المقدس اللي هو في التوراة والإنجيل محرفين طبعا عندهم، ولكن حتى الآن في كل الأنبياء السابقين لعيسى عليه السلام لم يأتي بهذه العقيدة. كل الأنبياء هم يعظمون يعني الأنبياء السابقين لعيسى عليه السلام، ابتداء من طبعا آدم عليه السلام إلى يعني إلى عيسى، ففي إبراهيم الخليل عليه السلام وإسحاق وإسماعيل وإلى موسى عليه السلام، كل هؤلاء الأنبياء لم يأتي واحد منهم بهذه العقيدة. هي العقيدة ده أصل من أصول إيه؟ العقيدة هي أصل من أصول الدين، يعني هو ده اللي سوف يقابل به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. يعني ماذا دان لله عز وجل وماذا اعتقد؟ فهل كل الأنبياء السابقين لم يكن عندهم هذا الاعتقاد؟ هو طبعا مش موجود، لا يوجد لها ذكر في هذا الكتاب المقدس المحرف الذي يزعمون أنه المقدس. فالأنبياء نفسهم إيه؟ ما كانش عندهم هذا الاعتقاد. فمن أين أتت هذه العقيدة الفاسدة اللي هي عقيدة التثليث وعقيدة الصلب والفداء؟ فده تعتبر أصلا إيه؟ تعتبر حتى بالنسبة لهم لو حكمناهم يعني الكتاب المقدس، هذا يعتبر إيه؟ بدعة. بدعة يعني شيء جديد جاء لم يكن عليه الأنبياء السابقين. طبعا كنا تكلمنا بعد ذلك عن يعني مسألة النصارى في التاريخ الإسلامي، وقلنا أن المصنفان يعني قالوا أن هم قسموهم إلى ثلاثة أو يعني إلى قسمين. والقسم الأول هم الغالبية اللي هي دخلت في الإسلام طبعا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في منهم يعني بعض النصارى اللي هم الدول العربية خصوصا، وفي بعض المناطق يعني دخلوا الإسلام طواعية وعن رغبة منهم. والقسم الثاني اللي هو نفسه ينقسم إلى قسمين، إن هم الذين لم يدخلوا الإسلام وهم على حالين، إما أنهم لم تصلهم الفتوحات، ودول أغلب طبعا دول أوروبا ويعني أفريقيا وغيرها، ولم تصلهم الفتوحات الإسلامية. والقسم الثاني أو الثالث يعني لو احنا قسمناهم، الذين بقوا على نصرانيتهم داخل الدولة الإسلامية، يعني داخل الدول الإسلامية في أناس إيه
في ناس أسلموا وفي ناس بقوا على نصرانياتهم في كنائسهم ويعني عبادتهم يعني كما هم عليه. وكان هؤلاء لهم طبعا دور كبير في مسألة الكيد للإسلام ومحاربة الإسلام من الداخل كما سنعرف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في مسألة إيه التنصير وغير ذلك. آخر حاجة اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت مسألة الفرق النصرانية الرئيسة، لأن في غيرها فرق كثير، لكن هذه الفرق الرئيسة التي لها إيه أتباع يعني كثر وهم الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، واتكلمنا على كل واحد منهم إيه بالتفصيل. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يبدأ الكلام على النصرانية في العصر الحديث، والمقصود بها كما قالوا أنه من إيه من ثلاث قرون الأخيرة، الثلاث قرون الأخيرة دور النصارى ونشاطهم في يعني يعتبر أنحاء العالم ومع المسلمين على وجه الخصوص. فكان العنوان هنا إيه النصرانية في العصر الحديث. ماشي تفضلش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النصرانية في العصر الحديث، ونقصد بالعصر الحديث هنا القرون الثلاثة الأخيرة تقريبا. أولا موطنها ودولها، تنتشر النصرانية في أكثر بلاد العالم، هي في عدد أتباعها تأتي بالدرجة الثانية بعد الإسلام، وتتركز النصرانية في أوروبا وأمريكا، وأكثر الأقليات النصرانية وجودا في العالم الإسلامي في مصر والشام والمغرب والسودان، كما أن لها نشاط وانتشار واسع في إفريقيا وأستراليا وشرق آسيا. نعم، النصرانية أولا موطنها ودولها يعني المكان اللي انتشرت فيه النصرانية، وهناك طبعا بعض الدول بتكون هي دول نصرانية 100%، حتى في بعض الدول عدد النصارى فيها إيه 100% زي الفاتيكان وبعض دول أوروبا. فهو يقول الشيخ أنه تنتشر النصرانية في أكثر بلاد العالم، فهي في عدد أتباعها تأتي بالدرجة الثانية بعد الإسلام، والصحيح أن هي تأتي بالدرجة الإيه؟ الدرجة الأولى. النصرانية هي الدرجة الأولى، ويأتي عدد تعداد المسلمين بالدرجة الثانية. يعني الإحصائية إن طبعا عدد سكان العالم تقريبا كام؟ تقريبا حاليا 7 مليار وشوي، طبعا هو في تزايد مستمر، والعدد النصارى تقريبا 2.2 مليار، وعد يعني بنسبة حوالي تقريبا 31.5%، هاي كصاح مركات. وعدد المسلمين 1.6 مليار تقريبا 23.2%. طبعا المسلمين يشمل خلال الإحصائية دي بتشمل إيه السنة والشيعة. الشيعة طبعا قلة، الشيعة حوالي من 10-20%، والباقي إيه يعني نعم 10-20 مليون، لا 10%. وابتدى كله أصلا 23، السنة 23%، 23% 10% من العدد كله ده 23، ده في التعداد العالمي. المسلمين بقى المسلمين دول 100%، انسى بقى تعداد الفئه. انا قصدي يعني هم 23% من تعداد العام ولا لا 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 انت مش يا شيخ محمد ده في الرياضيات الظاهر ضعيف شويه. احنا لو جينا للنسبه العالميه ان عدد قلنا النصارى 31.5%، ماشي المسلمين كام؟ 23. ال 23 دول بقى هنقسمهم هم نفسهم 90% منهم او اقل من 90 شويه سنه، وال10 من ال20 شيعة. واضح ولا يعني مش 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 بالنسبه للعالم، بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمسلمين. طيب نرجع تاني، الشيخ محمد قطع حبل الافكار. نعم الباقي قالت برضو دراسه ان هو احنا قلنا المسلمين 1.6 مليار، هناك ايضا غير منتسبين لدين، ودول مع الاسف الشديد عدد كبير جدا جدا مع الاسف الشديد، هم الملاحده. طب ما نصبر شويه يا جماعه، هقول له صبر القاتل على المقتول كان هيموت، والله هيموت، وهنصلي على الجنازه وهندفنه وكل حاجه. انا خلصت كلامي. طيب قلنا ايه اللي هم الملحدين كام؟ تقريبا 1.1%. طبعا مليار ده رقم ايه؟ رقم كبير جدا جدا جدا، بس يعني السبع وشويه اللي هو بنسبه حوالي 16%. ايضا من الطوائف اللي هي ليها برضو عدد وثقل الهندوس، ودول تقريبا 1 مليار يعني 15%، والبوذيين 376 مليون، تقريبا كام؟
نسبة كده في المية تقريبا يعني أقل من 1%. واليهود شوف بقى اليهود بقى كم في العالم كله، العالم اللي هو 7 مليار وشوية، اليهود فيهم 14 مليون، يعني بنسبة كم؟ بنسبة 2%، وهم يتحكمون في كثير من الأحداث العالمية مع الأسف الشديد. وهناك أيضا في دراسة أمريكية ذكرت أن الإسلام سوف هو أن الإسلام هو الدين الأسرع نموا في العالم، لأن نسبة الداخلين إلى الإسلام أكثر من إيه؟ من نسبة المتنصرين أو الداخلين في النصرانية. وقالت الدراسة أنه سنة 2050، في سنة 2050 سوف يقترب أو سوف يماثل عدد المسلمين عدد الإيه؟ هم طبعا بيقولوا المسيحيين، عدد المسيحيين أو النصارى. وفي عام 2070 سوف يزيد عدد المسلمين عن عدد النصارى، لأن نمو إيه؟ نمو المسلمين أكثر. 2070؟ تقريبا يعني، طبعا كل دي دراسات يعني تقديرات. سوف يزيد عدد المسلمين عن عدد المسيحيين، وسوف ينخفض عدد الملحدين عالميا. قالوا ان عدد الملحدين سوف ايه؟ سوف ينخفض. وطبعا ونسبة الدراسة دي قالت ان نسبة النصرانية حتى في امريكا سوف تنخفض، في امريكا نفسها اللي هي معقل من معقل ايه؟ النصرانية. وهناك ايضا دراسة بريطانية قالت ان نسبة المسلمين في اوروبا سوف يتجاوز، يعني سوف يزيد عن 10% في السنوات القادمة، تقريبا سنة برضو 2050. يعني طبعا المسلمين في اوروبا النسبة بتاعتهم مش كبير، النسبة الكبرى لمين؟ للنصارى. قالوا ان برضو الاسلام سوف يعني يزداد، تزداد نسبته، وستتخطى نسبة المسلمين عدد اللي هم النصارى في العالم بحلول سنة 2090 ايضا، نفس الدراسة اللي هي الامريكية، وده نقلا عن صحيفة الايه الجارديان البريطاني. طيب يبقى البناء على ذلك، يبقى احنا ايه نصحح بس المعلومة اللي ذكرها الشيخ، ان هو ايه بيقول ان عدد اتباعها تأتي بدرجة ثانية، لا هي عدد اتباع النصرانية بالدرجة الايه حاليا يعني في العالم الذي نعيش فيه تأتي بالدرجة الاولى، طبعا على اختلاف طوائفهم، على اختلاف الطوائف بقى اللي احنا مرت علينا اللي هم الثلاثة، الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت وغيرهم يعني من الطوائف الكثير. وتتركز النصرانية في أوروبا وأمريكا، طبعا أغلب دول أوروبا أغلبها دول نصرانية، وأنا قلت أن منها دول إيه؟ نصرانية 100% زي الفاتيكان وزي رومانيا وزي غيرها من كثير من الدول، وأمريكا سواء الشمالية أو الجنوبية. وأكثر الأقليات النصرانية وجودا في العالم الإسلامي في مصر والشام. في مصر تقريبا لا تتجاوز نسبتهم إيه؟ لا تتجاوز نسبتهم 10%، تقريبا هم أقل من ذلك، تمام؟ وهم يغلطون، يغلطون في مسألة التعداد، ده تعداد إحصاء سكان، لكن هم يغلطون، لا يقولوا إن احنا نسبتنا أكتر من كده و15 وأكتر، ويدعون أن لهم يعني حق في مصر، ويريدون أنه يكون لهم يعني دولة وحكم مستقل وغير ذلك. أكثر الأقليات النصرانية وجودنا في العالم الإسلامي في مصر والشام والمغرب والسودان، كما أن لها نشاطا وانتشارا واسعا في أفريقيا واستراليا وشرق آسيا، اللي هي هتيجي معانا كمان اللي هي في البند الثاني، اللي هي مساله ايه النشاط النصرانيه في نشاط اسمه نشاط تنصيري، يريدون تنصير. طبعا هم بيروحوا للدول اللي هي الفقيره خاصه في افريقيا، ويغرونهم بقى بالمال وزي ما نشوف دلوقتي ان شاء الله، والجنس وغير ذلك، حتى يدخلوا في دين النصراني. ماشي، اتفضل شوف. ثانيا، نشاط النصرانيه ضد الاسلام في العصر الحاضر. النصرانيه في العصر الحاضر نشاط واسع النطاق، يمتاز بالتنظيم والتخطيط والدقة، بالإضافة إلى قوة الدعم المادي والبشري الذي يبذله النصارى. ويتمثل هذا النشاط في عدة وجوه نوجزها فيما يلي. ألف، النشاط التنصيري وهو ما يسمى التبشير، والمقصود به الدعوة إلى النصرانية بين أوساط المسلمين، وإذ لم يمكن تنصيرهم وإذا لم يمكن تنصيرهم فيكون التركيز على إخراجهم من الإسلام. فقد كان هدف التبشير في القرن الماضي إخراج المسلمين من الإسلام إلى النصرانية، لكن ذلك لم يحدث إلا في نطاق ضيق جدا. اتجهت سياسة المبشرين في من محاولة تنصير المسلمين إلى محاولة إخراجهم من الإسلام وإبقائهم بلا دين، لأنهم يرون في الإسلام وحده خطرا عليهم. نعم. طيب بداية يبقى النصرانية في العصر الحاضر لها نشاط واسع ونشاط يعني كبير،
وينفق عليه بملايين الدولارات. وأول نشاط اتكلم عن المشايخ هنا اللي هو النشاط التنصيري. وفي الهامش قالت النشاط التنصيري أصدق من التبشيري، لأن التبشير إنما يكون إيه بالخير، ودعوتهم شر وكفر. هي البشارة الأصل فيها أن هي إيه؟ التبشير الأصل فيها أن يكون إيه؟ يكون بالخير من البشرة، البشرة اللي فيها يعني سرور و يعني سعادة وغير ذلك، ده الأصل. لكن قد يستخدم أيضا التبشير في العذاب، فبشرهم إيه؟ بعذاب أليم. وهذا من باب التهكم، ان هم حينما يبشروا فياتي ايه العذاب كما مر بنا في التفسير. والاصح ان احنا بدل ما نقول التبشير يبقى يقال ايه؟ يقال التنصير. التنصير هو يعني جعلهم مسار، لكن التبشير ممكن تحتمل الاثنين، وغالبا ما تكون في هم اللي اطلقوا على مساله يعني تنصير الناس، طبعا مسلمين وغير مسلمين، اطلقوا عليها كلمه التبشير. والاصح ان احنا نطلق عليه كلمه ايه؟ نطلق عليه التنصير. والمقصود به الدعوة إلى النصرانية بين أوساط المسلمين، وإذا لم يمكن تنصيرهم فيكون التركيز على إخراجهم من الإسلام. يعني هم لو لم يستطيعوا أن ينصروهم فيخرجوهم إيه من الإسلام، لأنهم يعرفون أن الإسلام والدين الصحيح واللي عنده اعتقادات صحيحة يعلم أنهم على الباطل، فهم يريدون أن يحاربوا من يتهمهم بالباطل. لأن إحنا عندنا في الإسلام ان كل الديانات اللي موجوده في العالم كلها ايه؟ كلها ديانات باطله. واحنا قلنا ديانات يمكن جمعها، كلمه ديانه تجمع على الاديان الباطله، وان الله بعثنا ليخرج العباد من عباده العباد الى عباده الله، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. فالاديان قد تجمع على الاديان الباطله، ولكنها كلها ايه؟ كلها باطله ومخالفه لما يعني امر الله سبحانه وتعالى به. فالله سبحانه وتعالى قد ارسل رسله كلهم مبشرين ومنذرين، وكلهم على اعتقاد واحد، وكلهم على دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فالنصارى يعلمون هذه العقيدة عند المسلمين، فيريدون أن يشككوا المسلمين في اعتقاده. فأول شيء، أول خطوة، يحاولوا أنهم إيه؟ يخرجوا، يدخلوهم في النصرانية. فإذا لم يفلحوا خلاص يبقى يخرجوا من الإسلام، ان هم ايه؟ يصيروا بقى علمانيين، يصيروا لادينيين، يصيروا منحلين، يصيروا اهم حاجه ان هم ايه؟ ما يعتقدوش المعتقدات التي تبين باطل وحقيقه النصارى. فقد كان هدف التبشير في القرن الماضي اخراج المسلمين من الاسلام الى النصرانيه، ولكن ذلك لم يحدث الا في نطاق ضيق جدا، لان احنا مر بينا لما اتكلمنا عن الاعتقادات الفاسده انها تخالف اصلا ايه؟ اغلب، على فكره، اغلب النصارى الموجودين دلوقتي هم لا كثير منهم لا يعرف شيئا عن العقيدة، هو بس نصراني بالاسم وخلاص، ما يعرفش حاجة عن العقيدة بتاعته. وذلك أغلب أو أكثر الناس اللي بتقرأ في الإنجيل وتقرأ في التوراة أو الكتاب المقدس اللي هو يشمل التوراة والإنجيل، فيعلم يعني باطل ما عليه هذا الكتاب، والتناقض الكثير الذي يوجد يعني في هذه في هذا الكتاب. فاتجهت سياسة المبشرين من محاولة تنصير المسلمين إلى محاولة إخراجهم من الإسلام وإبقائهم بلا دين، لأنهم يرون في الإسلام، ده بقى المشكلة الكبرى عندهم، يعني يرون في الإسلام وحده إيه؟ خطرا عليه، لأن الإسلام هو اللي بيقول لهم أنتم على باطل، وأنتم على خلاف الصواب، وأنتم يعني يجب أن تتبعوا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما مر علينا كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فهذا هو المعتقد المسلم، فهم يظنون أن المسلمين خطر عليه، فيريدون محاربة المسلمين إما بإدخالهم النصرانية أو إخراجهم من إيه؟ من الإسلام. كمل شو. والعمل التبشيري ينشط في البلاد الإسلامية التي يسود فيها الجهل والفقر كأفريقيا وإندونيسيا وشرق آسيا، ويتخذ كافة الأساليب من فتح المدارس لتنصير أبناء المسلمين أو صرفهم عن دينهم، وفي المستشفيات للتقرب إلى المرضى للترغيب بالنصرانية، وفتح الملاجئ ودور الرعاية الاجتماعية وتوزيع الأغذية والملابس والهدايا، كل ذلك باسم السيد المسيح وباسم النصرانية، ويصاحب ذلك تشويه سمعة الإسلام والمسلمين، وأن دينهم دين الجهل والفقر والمرض خاصة بين الناجية. نعم. طيب، العمل التبشيري، وهذا على إيه؟ على التنزل لما يسمونه
واحنا قلنا ان صح ان احنا نسميه العمل الايه التنصير، ينشط فيه البلاد الاسلاميه التي يسود فيها الجهل والفقر كافريقيا واندونيسيا وشرق اسيا. طبعا هذه البلاد لان بينتشر فيها الفقر فهم يريدون ان ينشروا النصرانيه عندهم ويستغلوا مساله ايه، يستغلوا مساله الفقر ويروجون، يعني يعطونهم الاموال والاكل والطعام والشراب وايضا كمان ايه الجنس. طيب نرجع تاني اخواننا، قلنا ايه يقول المصنفان، والعمل التبشيري ينشط في البلاد الاسلاميه التي يسود فيها الجهل والفقر، فهم بيستغلوا مساله الفقر والجوع وانتشار الامراض وغير ذلك ويروجون ايه للنصراني. وفي يعني كان في طرفه كده كان بيحكيها الشيخ كشك رحمه الله، كان بيقول ان هم جماعه اللي هم المنصرين كانوا يعني حريصين ان هم يجمعوا الفقراء والجهله والاميين. فواحد من المصريين جاء هنا في مصر وراح جاء جمع قال لهم ايه، جمعوا لي كل اللي هم الجماعه دول بس بشرط ايه يكونوا يعني اللي كل اللي يجي ما بيعرفش حتى يقرا ولا يكتب عشان يعني يبص فيهم بقى ايه عايز حاجه يعني اناء فارغ هو بقى يملى. ف اشترط ان هم كل اللي يكونوا ايه ناس يعني امين. فجاء بقى الايه الناس اللي هم اللي اصحاب اللي هم اللي بسموهم ايه الطبقه اللي هم الفقيره يعني اللي هم الصناعيه والاصحاب المهن مثلا العربجيه وغيرهم. فالمهم فضل الراجل قاعد ايه يقول لك يجي ثلاث ساعات يتكلم بقى الاب والابن والروح القدس ويسوع والتثليث وفضل ايه يتكلم ف يعني لغايه اما تعب يعني. فالمهم بعد ما خلص بقى وايه وبيشرب بقى ايه شويه ما كده يعني بيريح شويه كده، فواحد من الجماعه اللي قاعدين كده واحد ايه راجل يعني بسيط خالص كده على كلام الشيخ ايش كان والراجل العربجي، فهم قاعدين بقى ساكتين فقال ايه وحدوا قالوا لا اله الا الله، قال لهم هم الله يخرب بيتكم انا قاعد اقول من الصبح. فما هو بيكلم ناس ايه هم مش فاهمين اصلا، هم مجمعين عشان هياكلهم ويشربهم ويتعشوا عشوة حلوة ويشربوا مش عارف كذا وياخدوا لهم مثلا قرشين في الاخر، فافسدوا له ايه وحدوه افسد كل الايه الشغل اللي هو تعب فيه. ويقال ايضا دي قصة ايضا حقيقية ان هو احد برضو المنصرين نزل ليه في افريقيا وبرضو ايه وزعوا الفلوس وفضلوا بقى ليسوع ويجيبوا هدايا وكذا 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 وجمعوا الناس وفضل ايه يتكلم برضو في التثليث والعقيدة اللي هي الفاسدة ديت. ففي الاخر بيقول لهم ايه يعني احنا عايزين بقى كل واحد بقى يقول الامنية بتاعته عشان احنا نقدر يعني نحققها له. فاول واحد رفع ايده قال له انا امنيتي ان انا احج الى بيت الله الحرام، عايز اروح احج. فهي دي سبحان الله هي دي الفطرة اللي هي الصحيحة يعني. فالمهم الشاهد بقى ان هما بيستغلوا مسألة الايه مسألة الفقر والجهل، الفقر والجهل. ولذلك هم حريصين جدا جدا ان هما ما بيناقش حد يكون ايه على علم الا ما ندر. ولما بيناقش حد على علم طبعا بيبقى فيه محجة. زمان كان ايام بقى الشيخ احمد ديدات رحمه الله كان برضو يعني ليه مناظرات كثيرة وقوية في الرد على هؤلاء الايه القساوسة. اليومين دول برضو فيه برضو دكتور كده متميز في هذا الباب اسمه دكتور ذاكر نايك، ده دكتور هندي وايضا ايه في المناظرات برضو لو احنا نطلع على بعض هذه المناظرات موجودة على الانترنت فممكن يعني ايه نشوف. فالشاهد ان هم بيحبوا ايه يروحوا للاماكن الفقيرة والاماكن اللي ايه اللي فيها جهل، الناس ما تعرفش حاجة خالص وعايزين ياكلوا ويشربوا. وطبعا بقى بيقولوا لهم يسوع جاب لكم الهدية الفلانية او الاكل الفلاني او الطعام بيهيئوهم ايه لذلك. ويتخذ كافة الاساليب عن فتح المدارس لتنصير ابناء المسلمين. في بعض المدارس كده مع الاسف الشديد كلها تلاقي الطقم كله ايه كله نصارى، ويجي كده في هؤلاء الخبثاء يجي مثلا في طبعا هو مولد الرسول عليه السلام بدعة يعني معروف، لكن يجي في المولد مثلا يديله ايه حاجة بسيطة كده يعني حاجة مثلا توفاية ولا حاجة، ويجي في مولد ميلاد المسيح ويجيب له بقى ايه هدية كبيرة اليسوع او المسيح هو اللي جايب لك ايه الهدية ديت. فتنصير ده اسمه غير مباشر، تنصير غير مباشر. فطبعا يحذر ينبغي ان يحذر المسلمون من يعني ادخال ابنائهم في مثل هذه المدارس المشبوهة. يعني ده تحذير يقول لك المدارس اللغات ومش اللغات، لا يعني هو يتعلم لغات وبعدين يفقد دينه وبعدين يطلع لك علماني وبعدين يطلع لك يعني نصراني، ماذا سوف تكسب؟ ليس غير مدرسة أصلا
نعم نوتردام دي فيها كنيسة ولا لا؟ مع الأسف المدارس دي فيها أحيانا بيكون فيها كنائس وفيها طبعا أغلبها طقم كله الغالبية بتبقى إيه نصارى وهم هنعملوا إيه كل إناء كل إناء بما فيه ينضح. وكذلك صرفهم عند دينهم وكذلك أيضا في بعض المستشفيات لأنه عارفين إن المرضى محتاجين فبعض المستشفيات فعلا بينصروهم يدوا لهم الكتاب المقدس ويعملوهم يعني معاملة حسنة تراغبهم للتقرب إلى المرضى للترغيب بالنصرانية وفتح الملاجئ ودور الرعاية الاجتماعية وتوزيع الأغذية والملابس والهدايا كل ذلك باسم السيد المسيح اللي هم دايما بنقولوا عليه كلمة إيه يسوع وباسم النصرانية ويصاحب ذلك تشويه سمعة الإسلام والمسلمين وأن دينهم دين الجهل والفقر والمرض خاصة بين الناشئة. طبعا هم بيتعلموا بعض الإيه يعني بعض الشبهات وبعض الأمور اللي هي ممكن يعني يجادلوا بها الجهلة من المسلمين اللي هو مش عارف بقى شبهات ممكن يعني يتخيل على شبهات في بنت نصرانية في بنت تنصرت يعني ثم رجعت الإسلام مرة ثانية فقالت إن الشبهة اللي هم حطوها لها كده شبهة إيه غريبة قالت جماعة بعض الإيه زمايلها اللي هم النصارى أو المتنصرين قالوا لها إحنا نشوف القرآن لا نفتح عشان مش كل شيء نفتح فقالوا إن في القرآن في آية بتقول إيه يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط مش هو ربنا قال كده وبعدين قالت لها طب ما في حديث صحيح إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة رضي الله عنها وهي إيه وهي حائط فيعني كيف نجمع بين الاثنين شبه اللي مش فاهم حاجة هيخبط فالبنت دي تقريبا راحت لأحد المشايخ فالشيخ قال لها طب انت بنت متزوجة قالت له لا فعنفها وده طبعا برضو طريقة مش كويسة التعنيف انت جاوب اي على قد السؤال لكن مسألة التعنيف والتنفير فكأنها نفرت فلما اصحابها عرفوا راح جاي مودينها الفين لأحد القساوسة او يعني كلمها على الانترنت احد الغرف يعني اللي موجودة على الشات فاتكلم معها طبعا بطريقة ايه لطيفة وجميلة واسلوب يعني مهذب وكده فلما جت تقارن بين الشيخ وبين الثاني فيعني تنصرت ومكثت يعني عدة سنوات ثم يعني من الله سبحانه وتعالى عليها بالإسلام فهي حكت بقى إيه يعني حكت هذه القصة وقصة على هذا كثير فهو يجي على الناس اللي هم الجهلة وفي المجتمع سواء كان جاهل طبعا جاهل مش جاهل يعني جاهل ما بيعرفش يقرأ ويكتب لا جاهل بدينه جاهل بأحكام الدين وأحكام الشرع فيثير له مثل هذه ايه الشبهه طبعا الشبهه ان الرسول كان يبشرها ولكنها كانت تعتذر فكان لا يجامعها عشان الرد على الشبهه وده ايه ده دين الوسط في مساله معامله الحائط ان المراه الحائط في اليهود كانت المراه تعتزلهم تماما لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا ينامون مع ولا فكانت بتاع وفي بعض الشرائع السابقه يعني. والان ممكن يحصل والعياذ بالله مثلا مساله الايه يعني الجماع او غيره فالاسلام دين الوسط فيسالونك عن المحيط قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيط المقصود به ايه مقصود به الجماع ما دون ذلك فيجوز للرجل ان يستمتع ودي مساله موجوده ايه موجوده في الفقه الشاهد ان دي الرد على الشبه فاللي مش عارف سوف تدخل عليه مثل ايه مثل هذه الشبهات وطبعا نقول خاصة بين الناشئة لان كتير جدا جدا ان مسألة التنصير دي بتكون ايه تكون في وسط الشباب الشباب والبنات والفتيات طبعا وكثرة الموليات والانفتاح اللي هو اللي على الانترنت حتى ولذلك احنا يجب ان احنا نحذر الشباب كل اللي يعرف حد وبعض الشباب كده احيانا يتجرأ واللي يقول لك ان انا هرد على الشبهات واصلا مش عارف شبهات يعني الإنسان لا يعرض نفسه للشبهة إذا لم يحسن أن يرد عليها ما ينفعش أن واحد يعرض نفسه كان أحد السلف مر على أحد المبتدع فقال له المبتدع اسمع مني فقال لا 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 اسمع منك سابه ومش فالمبتدع قال له اسمع مني آية قال ولا نصف آية أنت ممكن يقول له آية ويروح جاء إيه يلبسها عليه ما هو مش عارف الرد عليه فكذلك احنا برضو نحذر شبابنا ان هو يدخل على مثل هذه الغرف وان يدخل على المواقع النصرانية او المواقع اللي فيها ايه مقارنات او حاجات زي كده ويعني الله المستعان مع الاسف الشديد طبعا يعني كثر مسألة الالحاد تسمع كده شاب في كلية الطب ويعني يترك دينه ويلحد وبعض الناس اللي هو يتنصر وده طبعا مع الاسف الشديد بسبب يعني غفلة المسلمين ويعني الـ 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 الأمور اللي هي التي إيه تضيق يعني عليه
طيب يبقى اول حاجه اللي احنا اتكلمنا عنها مساله ايه؟ مساله النشاط التنصيري، وده احنا قلنا موجود يعني كثيرا في بلاد افريقيا، والحمد لله انا اشاركم ان هو حتى في البلاد دي ايضا في ايه، في دعوه الاسلام قويه جدا 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 كثير جدا بفضل الله تبارك وتعالى من الجمعيات الاسلاميه في بلاد افريقيا ايضا تذهب وتفتح يعني بعض القرى ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. وعلى الدراسات بقى اللي هم حتى من عندهم هم اللي احنا ذكرناها من شويه ان هو الاسلام هو اكثر الايه الاديان نموا في العالم. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينشر الاسلام وان يعز الاسلام والمسلمين. طيب تاني حاجه بقى يا شيخ محمد عملوها ايه؟ ب النشاط الاستشراقي، وهو غزو فكري وثقافي مركز، ولاهميته وخطورته سياتي الكلام عنه في موضوع مستقل ان شاء الله. طبعا هي خلاصه مساله النشاط الاستشراقي، بعد فشل الحروب الصليبيه على بلاد المسلمين عسكريا، الحروب الصليبيه فشلت ايه عسكريا، خلاص ما قدرتش تحتل، وجاء الاحتلال بعد ذلك اللي هيتكلم عنه بعد كده. بعد فشل الحملات الصليبيه انبرى كثير من هؤلاء النصارى لدراسه الاسلام ودراسه تاريخ الاسلام. الهدف الاساس هو التشويش والتشكيك في الدين الاسلامي، وبعضهم تأثر، بعضهم حتى درس الحديث، وبعضهم درس اللغة، وبعضهم درس التفسير، وكان لهم يعني بعض الايه النشاطات وكده. كل الكلام ده هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل، ده بحث بقى مستقل هنتكلم عنه في اخر الكتاب صفحة 173، هيبقى في الاخر ان شاء الله خالص، اللي هو مسألة الايه الاستشراق، ونعرف يعني ايه الاستشراق ومين المستشرقين ومين اللي بدأ والنشاط يعني بتاعهم كل ما يتعلق بهم بالتفصيل دي ان شاء الله يعني تأتي في حينها. ثالث حاجة الاحتلال العسكري، وقد بدأت موجة الاحتلال العسكري للعالم الإسلامي من قبل النصارى قوية وعنيفة منذ أواخر القرن الثالث للهجرة، ثم ازدادت عنفا في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وهي ما يسمى بالحرب الصليبية. لكن كان المسلمون في ذلك الوقت أكثر تمسكا بدينهم وأكثر استعدادا للجهاد، فاستطاعوا أن يردوا الهجمات النصرانية الوحشية أكثر من مرة، وانتهت بالحركة التي قادها صلاح الدين الأيوبي حين طهر أرض مصر والشام من آثار الدولة العبيدية الباطنية، ثم جمع كلمة المسلمين تحت راية الجهاد فأجل النصارى عن القدس ولله الحمد. نعم طبعا هو الاحتلال العسكري زي ما قال الشيخ ان هو بدأ طبعا ان هو الدول هذه النصرانية تحارب الدول الإسلامية يعني اللي هو يعني اللقاء اللي هو المسلح يعني الحرب المسلحة، وازدادت هذه عنفا في الحروب الصليبيه اللي احنا يعني اتكلمنا عنها قبل كده، كان تقريبا سنه 1006 بدات 1096 وانتهت 1291، استمرت الحروب الصليبيه تقريبا ما يقرب من 200 عام، حملات صليبيه حوالي 7 او 8 او 9 حملات تقريبا في هذا، حملات كبيره وكان يقودها ملوك اوروبا واحيانا كمان القساوسه اللي هم الكبار يقودون، ده بدافع من البابا نفسه وبتأييد منه وحث لهؤلاء ان هم يعني يحتلوا او يعني يذهبوا الى اللي هي البلاد المقدسه عندهم وهي بلاد الشام اللي هي بلاد في فلسطين حاليا اللي هي مهد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ولكن في هذا الوقت كان المسلمون في وقت الحملات الصليبيه وبعدها كان المسلمون اكثر تمسكا بدينهم واكثر استعدادا للجهاد، فكان الجهاد ده اصلا ايه في يعني الجهاد ده امر يعني عند المسلمين له يعني فقه وله فضل وله جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكثيره الايات اللي بتتكلم عن الجهاد في سبيل الله. واحنا عندنا الجهاد ينقسم الى قسمين اساسيين اللي هم ايه تقول لسه هتاخدوه في الفقه ان شاء الله، جهاد الطلب وجهاد الدفع. يعني في جهاد طلب، جهاد طلب اللي هو نشر، يكون في نشر الاسلام والمسلمين، وجهاد دفع اللي هو رد الايه رد المعتدين. فطبعا هم الان يريدون ان يلغوا مساله الايه جهاد الطلب، جهاد الطلب تماما، والاسلام بس هو عباره عن مدافع عن نفسه لما يعتدى عليه، وكمان لما يعتدى عليه كمان يرضى بهذا الاعتداء زي ما حصل في اسرائيل. ودلوقتي بقت اسرائيل دوله ايه دوله صديقه وحبايبنا ونروح نطفي لهم الحرايق و و و فخلاص بقوا دوله يعني هم دول اصدقاء، والعدو صار غير اليهود، ونسي ما فعله اليهود على مدار التاريخ منذ نشاتهم الى يومنا هذا، ونسي حتى التاريخ الحديث. اليهود دول مش هم اللي حرقوا
إخواننا في فلسطين، ويعني قاموا بكثير من المذابح، مذابح صبرة وشتيلة ودير ياسين، دي مذابح يعني ذبحوا فيها تقريبا أغلب سكان هذه البلاد. وقريبا في غزة لما دمروا يعني كانت الحمم تنزل على أهل غزة، لا يفرقون بين كبير ولا صغير ولا طفل ولا آلاف من الناس، كل ده كلام ده اتنسى. وبقى إسرائيل مش هي إيه؟ مش هي العدو، لا، الأعداء دول ناس ثانية، ده إسرائيل دول ناس إيه حبيبي؟ فأنا لا أدري يعني بأي منطق يتكلم هؤلاء. ونسوا قول الله سبحانه وتعالى: تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود، أول حاجة، والذين أشركوا. يبقى اللي بيكلم ده مكذب للقرآن، يعني هو ده مخالف لكلام الله سبحانه وتعالى، هتعمل ايه في الآية ديت؟ ومكذب ايضا للواقع. هم اليهود نفسهم لا دول مش بتوع سلام ولا بتوع ده، هم بس هم اهل خداع واهل بهت، زي ما مر علينا في ايه مسألة اليهودية. هم اتفق النهاردة، هم خالفوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث طوائف من اليهود نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بقى هم نقضوا العهد مع الأنبياء والمرسلين، وسوف يعني يوفوا بالعهد مع غيرهم، هيوفوا بالعهد معنا احنا. يبقى اللي بيعتقد ذلك مش فاهم تاريخ ولا قرأ تاريخ ولا يعرف يعني من هؤلاء اليهود. نرجع تاني ان الهجمات بقى النصرانية اللي هي الحملات الصليبية، كان المسلمين ساعتها يعني يعرفون الجهاد ويحرصون عليه ويبذلون انفسهم يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى، فاستطاعوا ان يردوا هجمات النصرانية الوحشية اكثر من مرة. وطبعا كثير من الحملات اللي هي الصليبيه ديت رجعت ايه يعني مغلوبه على امرها. وحتى احنا لو تفكرين احنا قلنا في احد الحملات اسر الملك نفسه اللي هو لويس التاسع، لما اسر يعني هنا في مصر وافتدي، وبعد كده رجع تاني بحمله ايه بعدها بعده سنوات، وانتهت بالحركه التي قادها صلاح الدين الايوبي حينما طهر ارض مصر والشام من اثار الدوله العبيديه الفاطميه. لان كان قبل صلاح الدين كانت الدوله ايه العبيديه اللي هي الفاطميه، اللي هم يزعمون انهم يعني يحبون اهل البيت، وهم والعياذ بالله عندهم يعني عقائد كفريه كثيره. كان من ضمنهم الحكم بامر الله الذي اتخذ نفسه الها، ويعني ينشرون ارادوا ان ينشروا مذهب الشيعي في مصر. وحتى على فكره الجامع الازهر ده كان اساسه ايه؟ شيعي. اساسه ان هو معمول ليكون مركزا لنشر مذهب الشيعي، فصار مركزا لايه؟ لنشر السنة، على ما خلطه من يعني بعض الـ الإشكالات، لكن الأصل إنه إيه؟ إنه مذهب سني وليس شيعي. يعني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قام بتطهير مصر من هؤلاء الروافض، وجمع كلمة المسلمين تحت راية الجهاد، فأجلى النصارى عن القدس في طبعا إيه؟ معركة حطين، وطردهم من القدس ومن بلاد المسلمين. طبعا هم عادوا يعني مرة ثانية، وبعد كده يعني عادوا النصارى لاحتلال بلاد المسلمين كما سمعنا. نعم. وبعد ذلك بعدة قرون بدأت هجمات النصارى عبر البرتغال على أطراف البلاد الإسلامية في إفريقيا وشرق آسيا، ثم تبعتها بريطانيا وإيطاليا في احتلال الهند وإندونيسيا وبعض بلاد المغرب، وبعد أن ضعف المسلمين. طيب هو طبعا لما بعد قرون هجمات النصارى البرتغال، هو احنا كنا كلمنا مرة فاتت عن مسألة الاحتلال العسكري لبعض بلاد المسلمين، كان بدأها البرتغال سنة 1415 ميلادية، وبعد كده بقى استمرت بقى بريطانيا وإيطاليا وبعد ذلك فرنسا، واحتلوا يعني بعض كثير من بلاد المسلمين، وصاروا ايه يخضعونها لسلطانهم ولحكمهم. ماشي. وبعد أن ضعف المسلمون وكثرت فيهم البدع والخرافات واجتالتهم الطرق الصوفية المبذلة، والتجع بعضهم إلى التعلق بالقبور والتمسك بها والذبح لها ودعاء الموتى، واستسلم بعضهم إلى ملذات الدنيا، والبعض الآخر بدأ تشبث بالأفكار الغربية الوافدة وقعدوا عن الجهاد. بعد ذلك انقضت عليهم الدول النصرانية من كل جانب، ولم تنتهي الحربان العالميتان إلا والعالم الإسلامي غالبه تحت السيطرة الغربية النصرانية أو الروسية الشيوعية. طبعا بعد ضعف المسلمين، وطبعا إخواننا يعني لازم نعرف أنه يعني حينما يتمسك المسلمون بدينهم فيعزهم الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني ما جاء به القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الشرط يبقى يعبدونني لا يشركون بي شيء. نعم استخلفنهم في الأرض. فيعني أمر الله سبحانه وتعالى أن المسلمين يتمسكوا بدينهم فيكون هذا سبب إيه الاستخلاف. فإذا ما يعني تركوا دينهم وحينما كان المسلمين يعظمون أمر الدين وأمر الشرع فمكن الله سبحانه وتعالى له. فلما لأن ربنا قال ولينصرن الله من ينصر يبقى هذا شرط وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يحدث النصر الواحد يشك في مين؟ يشك في ربنا ولا يشك في نفسه؟ يشك في نفسه. يبقى هو لم يحقق الشرط، هو لم ينصر، لم ينصر الله سبحانه وتعالى ولم ينصر دين الله عز وجل. فكان يعني يعني هذه الخذلان الذي يعني نراه حتى في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كانت انتشر بقى البدع والتعلق بالقبور والشركيات وطبعا الجماعة اللي هم الصوفية عندهم فيش إيه فيش حاجة اسمها جهاد خالص. ولذلك الصوفية دائما ما تجدهم قريبين من إيه من هؤلاء من المحتلين اللي هو السفير الأمريكي إلى يعني وقت قريب كان حريص جدا 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 إنه يحضر إيه مولد البلد. معروف ان هو المولد ما فيه من البدع والخرافات وحريص. وبعد حتى ما تقريبا اتعزل وعينوا واحدة تانية كان بيجي مخصوص يحضر يعني حبا يعني في المولد يعني حبا في الاسلام لا حبا في الامور اللي هي التي تناقض الاسلام وتناقض العقيدة الصحيحة. فهو كأنه يعني ايه بيشجعهم لانه عارف الجماعة دول اصلا ايه على باطل ولا حول ولا قوة الا بالله. فبعد ذلك انقضت عليهم الدولة النصرانية من كل جانب ولم تنتهي الحرب الحربان العالميتان اللي هي الحرب العالمية الاولى اللي هي كانت سنة 1914 والحرب العالمية الثانية اللي مرت علينا تكلمنا عنها أيضا بالتفصيل. فالمهم في الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية بعدها صارت هي طبعا كانت حرب كبيرة ويعني ريت لو الإخوة تحاول أنها تطلع يعني على ما جرى في خلال هذه الحرب لأن كان حرب عالمية ومات فيها ملايين البشر مات فيها ملايين البشر بسبب حب استحواذ الدول اللي هي الاستعمارية وصحيح ان نقول الاستبدادية او الاستدمارية اردوا ان يدمروا وقتلوا ايه في خلال هذه الحروب ملايين البشر وطبعا مئات الملايين من الجرحى والدمار و و و المهم ان بعد هذه الحرب الاولى والتانية ان كتير جدا من دول العالم الاسلامي كانت تحت سيطرة الغربية النصرانية او الروسية الشيوعية لان احنا في بلاد في بلاد شرق اسيا في دول كتير كانت مسلمة يعني صارت تحت سيطرة ايه روسيا الشيوعية. لكن هناك بعض الدول يعني حفظها الله سبحانه وتعالى من احتلال هؤلاء منهم ماشي محمد ما عدا المملكة العربية السعودية التي انعم الله عليها بدعوة التوحيد التي اعلنها الامام محمد بن عبد الوهاب ونصرها الامام محمد بن سعود وأحفاده رحمه الله وأحفاده رحمه الله والتي هيأ الله لها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي جمع الكلمة ووحد الصف تحت لواء التوحيد وهذا هو السر في علم كل المحتلين هذه البلاد. طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى حفظ يعني هذه البلاد. وطبعا المملكة العربية السعودية كان لها ايه عدة مراحل يعني المملكة العربية السعودية الحديثة كان في الدولة اللي كان لها الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة. الأولى اللي هي كانت سنة 1744 إلى 1818 وديت زي ما قال الشيخنا إن هو نصرها الإمام محمد بن سعود. وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللي هو كان يحارب البدع والشركيات والقبور ونصرها الإمام محمد بن سعود وأسس الدولة اللي هي السعودية الأولى. ومع الأسف الشديد كان حصل في حرب إيه اللي هي محمد علي اللي هو كان حاكم مصر وأرسل ابنه إبراهيم باشا وكان انتصر إبراهيم باشا وسقطت الدولة السعودية الأولى في سنة 1818 ميلادي. وكان رايح يحارب إيه الدعوة الوهابية ودائما إيه في التاريخ اللي هو المشوه يقول الدعوة الإيه الوهابية والناس طبعا مش فاهمين حاجة. دعوة الوهابية بقى مفكرين ان هي الارهابيين اللي بيكفروا الناس اللي كذا وكذا وكذا. لكن دعوة الوهابية كانت دعوة الى الايه الى التوحيد. والامام محمد بن عبد الوهاب ليه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ويذكر فيه يعني عقيدة المسلمين. قامت ايضا بعد ذلك الدولة السعودية الثانية سنة 1818 الى 1891
وأنشأها الأمير تركي ابن عبد الله وعاصمتها ابن عبد الله بن محمد بن آل سعود أيضا، وعاصمتها كانت الرياض الأولانية. الدولة الأولى كانت عاصمتها إيه؟ الدرعية. الدولة الثانية كانت عاصمتها الرياض. بعد ذلك وبعد كده سقطت الدولة على بعض في بعض الحروب اللي هي الداخلية، ثم قامت الدولة الثالثة اللي هو أشار إليها هنا الشيخ، اللي هو كان مؤسسها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود سنة 1902. وفي البداية عرفت باسم إمارة الرياض، ثم سلطنة نجد، ثم المملكة العربية السعودية سنة 1932. دي كان أول اسم الكلمة إيه؟ المملكة العربية السعودية سنة 1932 إلى يومنا هذا. بعض طبعا بينادي في اليومين دول اللي احنا فيهم، بيقولوا بينادي بالمملكة العربية السعودية الإيه؟ أو الدولة السعودية الرابعة في عهد الملك سلمان الموجود حاليا. يقولوا احنا عايزين بقى إيه؟ نعمل شوية إصلاحات وشوية تنوير وشوية كذا. هم طبعا عايزين ينحلوا بقى، يتحللوا من القيود التي هم بيزعموا ان هي يعني قيود، وهي اصلا امور بس حتى حفظ هذه البلاد بسبب يعني نشرهم للتوحيد وحبهم للدين ودفاعهم عن المذهب يعني اهل السنه. فالسعوديه ديت ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى حفظها من ايه؟ من الاحتلال. تمام. ايه كمان؟ وكذلك افغانستان لم يدخل الاحتلال انذاك لسببين: الاول تمسك أهلها القوي بالإسلام والجهاد، والثاني ظهورة مسلكها. ولكن لما كثر في أهلها القبل وقل تمسكهم بالإسلام غزتهم الشيوعية الملحدة المدمرة. ونرى بشائر العودة إلى الإسلام قد تمثلت في المجاهدين الأفغان الذين أعلنوا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفوا أمام جحافل الكفر والإلحاد بإيمان وصبر. نسأل الله لهم النصر والتمكين. طبعا هو الكلام ده، الكتاب ده قديم، فالكتاب ده كان اول طبعا عليه كان سنه كام؟ 1992. فهو بيتكلم بقى عن الجهاد الافغاني وغيره، فساعتها كانت لسه ايه؟ لسه كان في فطبعا خلاصه الكلام في افغانستان ان هي كانت في افغانستان كانت الحكم فيها كان ملكي، وبعدين تم القضاء عليه في سنه 1973 بواسطة الأمير محمد داود، ثم حصل فيه انقلاب عسكري عليه سنة 1978 واستولى الشيوعيين على الحكم. يبقى سنة 1878 استولى الايه؟ الشيوعيين اللي هم مولين لروسيا، استولوا على الحكم ونشروا المذهب الشيوعي، وكانت الحكومة هي الموالية لروسيا. سنة 79 الجيش الروسي تدخل لدعم الحكومة، ثم انسحب سنة 1989. يعني من 79 ل 89 قعد كام؟ 10 سنوات. وساعتها بقى حصل بقى ايه؟ الجهاد الافغاني ضد ايه؟ ضد الروس، وكان يعني لهم يعني جولات كثيرة، ولم يفلح الروس ان يحاربوهم بالرغم من ان الروس طبعا كانت قوة ايه؟ عظمى كما يقولون، لم يفلحوا في محاربة هؤلاء المجاهدين. وبعد ما انصرف الروس حصل بقى الشقاق والنزاع بين ايه؟ بين المجاهدين انفسهم، ودخل فيهم ما ليس منهم، دخل فيهم بقى الشيعة واصحاب البدع، فحصل اختلاف فتقاتلوا مع الاسف الشديد. ويعني هم ما تقاتلوش ايام حربهم مع روسيا، لكن تقاتلوا ايه؟ تقاتلوا فيهم بينهم، حتى ظهرت طبعا حركة طالبان سنة 94 و أعلنت قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان سنة 96. وبعد كده طبعا كان حصل سنة 96 إلى سنة كام؟ إلى سنة 2001. سنة 2001 اللي حصل فيها إيه؟ اللي هي أحداث 11 سبتمبر. وعلى إثر أحداث 11 سبتمبر أعلن بوش اللي هو رئيس أمريكا محاربة الإرهاب، وزعم وادعى ان هم الافغانستان هم اللي قاموا بهذه الضربه لامريكا، ويعني حشدت الاساطيل والجيوش لمحاربه هذه الفئه طبعا امريكا وغيره، امريكا وبريطانيا وبعض الدول تحالفات، وذهبوا واحتلوا افغانستان في هذا الوقت، ويعني ايضا تركوا حكومه مواليه لهم، وما زال الصراع الى الان. طبعا طالبان رجعت الى ايه؟ الى الجبال والوديان والكهوف، وما زال الصراع قائم الى الان، لم يعتبر لم يحسم.
هو أي نعم في حكومة وفي كذا وكذا، لكنه لم يحسم إلى الآن. فيقول للمشايخ أنهما غزاتهم الشيوعية الملحدة المدمرة، وطبعا هو بسبب إيه؟ بسبب تمسكهم بالإسلام في البداية، وبسبب وعورة الأرض هناك، طبعا وعورة الجبال، جبال هناك صعبة جدا جدا جدا، فالحرب معهم مباشرة يكاد تكاد تكون إيه؟ يعني فيها صعوبة، عاملة زي قتال بيسموه قتال الشوارع أو القتال اللي هي إيه؟ المدن يعني الصغيرة. فدات غالبا جيوش اللي هي النظامية لا تفلح في ذلك، زي ما حصل في أمريكا مع فيتنام، أرض كل ده إيه؟ في هذه الأحوال دائما الصراع لا يحسم للجيوش النظامية، يكون لأهل البلد. أيضا لم يدخل الإسلام، لم تدخل النصرانية في، أو لم يدخل الاحتلال العسكري في إيه؟ ومثلها؟ مثلها أجزاء اليمن الشمالية لم يدخل الاحتلال لعورة مسالكها وقوة جكيمة أهلها في الدفاع عنها. نعم، يعني هو أيضا لم يدخل الاحتلال في اليمن الشمالية بسبب عورة مسالك، طبعا برضو هناك جبال وصحراء، وحتى ما عندهمش إيه؟ مصادر يعني يطمع فيها. لكن الاحتلال كان فين؟ كان في الجنوب اللي هي في المواني التي تطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وفي الجنوب اللي هي دي بيبقى فيها ايه مظنة يعني الخيرات. اما في الشمال يعني لم يحدث فيها احتلال. كمل شخص. ثم ما لبس الاحتلال العسكري المباشر ان رحل من البلاد الإسلامية رويدا رويدا، لكن بعد ان حقق الاهداف الرئيسة للنصارى ومن ورائهم اليهود ايضا، ومن هذه الاهداف طبعا هي الاحتلال ترك بلاد المسلمين ايه واقعا، لكنه ما زال يعني حقيقة هو احتل بقى الايه، احتل العقول واحتل الاقتصاد وسياسة زي ما نشوف. وهيتكلم بالمشايخ على الاهداف، هنكتفي حتى بس بقراءتها لان هي لا تحتاج الى تعليق، هي يعني واضحة جدا جدا يعني. اتفضل شكرا. واحد، التحكم بالبلاد الاسلامية اقتصاديا، وذلك حين استفاد من الخيرات المادية والطاقات البشرية قبل رحيله، وبعد ان رحل وضع العراقيل والعقبات التي تعوق النهضة الاقتصادية في البلاد التي رحل منها لتبقى تمده بالخامات وتستورد منه كل الإنتاج الذي تحتاجه من صناعات خفيفة وثقيلة ومنتجات زراعية وغيرها، فتكون سوقا دائمة له. 2، التحكم بالمسلمين عسكريا وكبت قوتهم الجهادية وروحهم الجهادية وروحهم المعنوية وعقلت الصناعة والأساليب العسكرية في بلاد المسلمين لتبقى عالة عليهم في الأسلحة والتدريب والخبرات العسكرية. طبعا هم بيحتفظوا بقى بأسرار الحاجات دي، أسرار طبعا ايه دلوقتي كل الطائرات والصواريخ والقنابل والحاجات دي، تلاقي ايه كل أسرار هذه الصناعات عندهم ولا يصدرون أسرارها، وحتى لما بيكون حد ينبغ يعني في بلاد المسلمين فيلتقطوه على طول. ماشي. ثالث، التحكم بالمسلمين سياسيا وتشريعيا، وذلك بإدخال النظم البشرية الوضعية العلمانية وتنحية الشرع التشريعي الإسلامي عن أنظمة الحكم والقضاء والاقتصاد والحدود وسائر شؤون الحياة، وذلك بالقضاء على الحكومات الشرعية وتمكين أصحاب الاتجاهات والنزعات المتطرفة من الحكم القوميين والبعثيين والاشتراكيين والعلمانيين والأقليات غير المسلمة لضمان إبعاد الماكرين. يعني هي بتهيألي مكتوبة خطأ، هي لضمان إبعاد الدين، هنصلحها كده، لضمان إبعاد الدين وفصله عن حياة المسلمين. لضمان إبعاد الدين وفصله عن حياة المسلمين خوفا من عودة الروح الإيمانية الجهادية لدى المسلمين، ويمكر الله والله خير الماكرين. 4، التحكم بالمسلمين فكريا وثقافيا وإعلاميا، وذلك بعلمنة التعليم وإفساد الصحافة وأجهزة الإعلام لترويج الانحراف الخلقي وتحارب الفضيلة والحشمة والتماسك الأسري تحت شعار التحرر من التقاليد ونحو ذلك، وإشغال الناشئة من أبناء المسلمين بالتوافه كالرياضة والفن والأدب الرخيص، وبث الأفكار والنظريات المادية الإلحادية التي تشكك المسلمين بعقيدتهم أو تشغلهم عنها على الأقل. طبعا المسألة دي مهمة جدا جدا، مسألة التحكم في المسلمين فكريا وثقافيا، لأن بيبثوا بعض الأفكار والمعتقدات
عند مسألة الدين لله والوطن للجميع، دعما لقيصر القيصر وما لله لله. بعض حتى الناس حتى في 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 الناس متأثرين بواسطة الإعلام والأفلام والمسلسلات التي تبث هذا بطريقة غير مباشرة. فمثلا بعض الناس يقول له مثلا الحركة الفلانية في البيع والشراء حلال وحرام وكذا، يقول له الدين دخله إيه بالكلام ده، هو ربنا دخله إيه بالكلام ده. واحد مرة قال كده، قال ربنا دخله إيه بموضوع فلسطين واللي بيحصل وكذا وكذا والعياذ بالله. فده بيبقى بينسلخ بقى، وذلك اسمها علمانة التعليم اللي هو فصل الدين. هيجي معنا كلمة على العلمانية بالتفصيل، اللي هي مسألة فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن السياسة، وفصل الدين عن شؤون الإنسان. وهذا طبعا مخالف لتعاليم الإسلام. وطبعا شعار بقى التحرر من التقاليد، والتحرر من الحجاب، والتحرر من العلاقات بين الرجل والمرأة، والتحرر فيعني والعياذ بالله. وإشغال النشأة من الأبناء المسلمين التوافه كالرياضة. دلوقتي في الرياضة شارك، كان في ماتش قريب كده احترام مصر بقى كانت نازله فيه ولا حاجه، وفوجئت ان بتابع يعني بعض الاخبار كده، فلقيت ان هم رايحين الماتش تقريبا الساعه كام، 9 بالليل بين او 10 بالليل، وهم في المدرجات من الساعه كام، الساعه 11 صباحا. ده برج العرب، برج العرب في 11 صباحا وفي اخر الدنيا 11 ل 11 يعني 12 ساعه قاعدين بس منتظرين مستنيين. طب تعالوا يا جماعه في درس علم في مسجد البخاري يوم السبت سنة أولى، تلاقي يعني الإخوة جاية متأخرة وجايين يعني المفروض الدرس بعد العصر، اللي جاي بعد ربع ساعة واللي جاي بعد تلت ساعة بعد جاي نص ساعة، فسامحوني يعني معلش. فطبعا يعني هو يراد لصرف الناس لمثل هذه لمثل هذه الملهيات مع الأسف الشديد، كما قال عمر رضي الله عنه: عجبت لعجز الثقة وجلد الفاجر. يعني هو في عنده جلد وصبر ويضحي وتعصب. يقول لك واحد صاحبي مرة يقول لي أنا أهلاوي متعصب. طب ما فيش مسلم لما تقوله مسلم متعصب بتزعله منه، اشمعنى أهلاوي متعصب وزملكاوي متعصب؟ يقول لك لا إياك تتكلم على الأهلي، والتاني يقول لك وتحصل بقى وإشغال بالتفاهات دي، أمور أمور تافهة. أما في الدين لا، أوعى تكون متمسك، أوعى تكون متعصب، والدين حلو، والدين هو الدين طبعا حلو يعني. ها؟ ما هو ده اسمه بيسموه غزو فكري. متسيطر عليه. غزو فكري، احنا بنتكلم عن الحاصل يعني. نسأل الله العفو والعافية. وبث الأفكار والنظريات المادية الإلحادية تشكك المسلمين، وهنتكلم عنها مسألة طبعا خاصة في في الوسط يعني الجامعة وغير ذلك. خمسة. خامس، تفريق البلاد الإسلامية إلى دويلات وأنظمة وانتماءات متنافرة ومتناحرة خوفا من تعارضها وجمع شملها، لأن ذلك يشكل خطرا عليه بلا شك. وما زالوا طبعا مسألة تقسيم البلاد الإسلامية ووضع الحدود، والسودان قسموها الاثنين، والشام عايزين يقسموها، ومش عارف كل البلاد، كل أي بلد كده يريدون. كل هذا من من فعل هؤلاء الخبثاء، ولكن يعني من يفطن إلى ذلك؟ ومع ذلك كله، فإن أمرنا في الله كبير أن يؤخذ المسلمين ويعيدهم ويهديهم للتمسك بدينهم ويجمعوا كلمتهم تحت راية التوحيد والجهاد إن شاء الله. لا شك طبعا يعني كما قال المشيخ في آخر جملة أنه الأمل في الله سبحانه وتعالى، ويعني المسلمون حتى مهما حدث يعني عليهم من حرب ومن يعني حروب و يعني إرادة لهدم الإسلام أو غير ذلك، فإن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله عز وجل يعني ينتصر. ودين الله سبحانه وتعالى، الشيخ محمد يعقوب كان ليه مثل جميل كده بحب أن أضربه، قال لك إن الإسلام عامل زي الكرة المطاط، كل ما تضربه أكتر كل ما يرتفع أكتر. فالدين الله إن نحن، قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المهم بقى أننا أنا إيه موقفي بقى من دين ربنا سبحانه وتعالى، ما هو موقفي من هذه الحملات التنصيرية، ما هو موقفي من هل أنا لي دور ولا لا. لو ما كانش لي دور لازم أوجد لنفسي دور. وبعدين الدور مش هو مش لازم، مثلا بعض الناس يفتكر أن دور الدعوة والخطبة والدرس لا لا لا، دور أن كل واحد في مجاله، كل واحد في مجتمعه، كل واحد في دائرته، الأصدقاء والأقارب وفي الشغل وفي كده، وبالحكمة والموعظة الحسن. بعد ما الواحد يتعرف عليها مثل هذه الأمور بالحكمة والموعظة الحسن، برضو الكلام ده عايز حكمة، لان مش كل واحد يتكلم في اي حاجه، فلابد ان الواحد برضو يتعلم ويعرف حتى مساله الشبهات يعرفها ويرد عليها، لان الشبهات دي بتثار كتير جدا 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 في اوساط المسلمين. طيب كان هذا اخر الكلام على مساله طبعا النصرانيه، وياتي بعد ذلك اللي هو الكلام على البوذي. ما
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.